تهانينا والناموس عودة إلى الحركة البطيئة والإعادة مع قناة ياس مع أبو أيمن مخرجنا ودايركتر حسين السيد والتايم. ساعة الوصول مشاهدينا، ساعة الوصول، تهانينا والناموس، تهانينا. 12 دقيقة وتحطم التوقيت مرة أخرى مشاهدينا مع أشعار بالخزام. استاهل، استاهل مشاهدينا في كل مكان هذا الإنجاز الكبير وتحطيم التوقيت باعتباره أيضا يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا لحمد بن عبد الله بن خزام العامري مع وسام، وإنت لنت للت الوسام والتوقيت في هذا المساء. المركز الثاني كامل نمبر 2 بليز. 9 دقائق 35 أو 12 دقيقة 35 ثانية وستة أجزاء من الثانية كانت هي الأخرى التي وصلت بقوة مع شعار عبد الله بن محمد بن سالم بن عفيس الشامسي مع الغزيل. أما المركز الثالث أيضا وصلت بقوة 12 دقيقة 37 وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا مشاهدي الأعزاء لمالك الشاهينية حميد بن محمد بن سالم العفاري والناموس الجميع وزميل آخر وشوط آخر وهذا اكسبو 2020. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل. انطلاقاتنا متواصلة وتحدياتنا مستمرة وانطلاقة شوط جديد في هذا المهرجان، مهرجان اكسبو لعام 2020، حيث تنطلق في هذا اليوم وفي هذا المساء أشواط سن الثنايا وتحديات الثنايا والثمانية كيلو مترات بانتظار هذه الأسماء وهذه الشعارات المشاركة وبكل قوة والباحثة عن الفوز والانطلاق. أتابع مقدمة الشوط، أتابع صدارة الشوط وأنطلق بانطلاقة شوطنا الثامن الخاص ب الثنايا القعدان. مقدمة الشوط السليماني على المركز الأول، جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي يتحرك على المركز الأول وينطلق بانطلاقة السليماني وحضور السليماني، بينما اللي على المركز الثاني نويان على المركز الثاني، سهيل بن حمد بن سالم بن سعيد العفاري هو القادم على المركز الثاني بانطلاقة وحضور نويان. والمركز الثالث أجد في هذه اللحظات قوسين جابر بن محمد بن سلطان الخيالي قادما بانطلاقة قوسين وبحضوره على المركز الثالث، ولكن شوف التجاوز والانطلاقة في هذه اللحظات، انطلاقة وحضور في هذه الأثناء تاريخ محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هو القادم وهو المنطلق في هذه اللحظات والمتجاوز على المراكز الأمامية لينطلق بالمركز الثاني قادما من المركز الرابع والمركز الخامس. شوف الانطلاقة، بارود قادم، عمير بن هلال بن عمير بن مران المنصوري على المركز الخامس والمركز السادس. أجد في هذه اللحظات وأتابع الانطلاق والاندفاع على المركز السادس في هذه اللحظات، انطلاقة وحضور الشرس ياسر بن علي بن سعود الوهيبي والمركز السابع. هناك التقدم والانطلاقة والحضور من الريان أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، حذر في هذه اللحظات الخطير بشعاره وبانطلاقته وباندفاعات هذا الشعار الكبير على المركز السابع ليتجاوز إلى المركز السادس والمركز الثامن في هذه اللحظات. أتابع الانطلاق وأتابع الحضور، المركز الثامن تراجع في هذه اللحظات قوسين جابر بن محمد بن سلطان الخيالي، والمركز التاسع انطلاقة وحضور شعار الخطير بهذه اللحظات بهذا الوصول وبهذا الانطلاق قادم ومنطلق مع ربدان أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يعلن الحضور والانطلاق في هذه اللحظات بانطلاقته. وأتابع أيضا القادم
شوف الشعار القادم والواصل في هذه اللحظات، وتابع الأسماء التي بدأت بالحضور وبالانطلاقة. المركز هناك التاسع، وتابع انطلاقة رمحان محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، ينطلق في هذه اللحظات ويصل بهذا الشعار وبهذا الانطلاق، هو على المركز العاشر. نعم، هذه الأسماء يا من تتابع، هذا هو التحدي يا من تراقب للمراكز العشر الأولى الحاضرة والمنطلقة بهذا الانطلاق، المتواجدة في قائمة النداء للمراكز الأمامية. العودة إلى هناك، صدارة الشوط من جديد والانطلاق الأول، لأجد في هذه اللحظات السليماني. السليماني ما زال على مقدمة هذه الأسماء، يسيطر منذ البداية، منذ بداية النداء الأول وهو يسيطر على المركز الأول بانطلاقة جميلة وبحضور كبير. السليماني وشعار جمعة بن عتيق بن جمعة الرميث المحترف يعلن لنا انطلاقته وانطلاقة شعاره، ولكن شوف القدوم والتجاوز والانطلاقة من تاريخ هو القادم في هذه اللحظات، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي قادم ومنطلق في هذه اللحظات ومتجاوز إلى المركز الأول هناك بانطلاقة تاريخ، وشعار له تاريخ ونعم، وانطلاقاته وإنجازاته، شعار ممثل السلطنة الدائم يتقدم ويندفع بهذا المستوى الكبير مع تاريخ على المركز الأول. المركز الثاني، شوف الانطلاقة من الجانب الأيمن والاندفاع في هذه اللحظات، انطلاقة الشرس ياسر بن علي بن سعود الوهيبي يتجاوز هو الآخر على المركز الثاني. والمركز الثالث، شوف الخطير وانطلاقاتي الخطير وحضوره القادم مع الريان، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم ويتجاوز على المركز الثاني في هذه اللحظات بشعاره وبانطلاقات شعاره الكبير. بينما المركز الثالث السليماني على المركز الثالث ما زال حاضرا وسط هذه المعركة الكبيرة بشعار عتيق بن جمعة بن عتيق، جمعة بن عتيق بن جمعة رميثي هو من يعلن لنا الحضور والانطلاقة على المركز الثالث والمركز الرابع. تجاوز وانطلق بارود في هذه اللحظات عمير بن هلال بن عمير بن مران المنصوري، انطلق على المركز الرابع. المركز الخامس، النويان قادم بشعار العفاري، سهيل بن حمد بن سالم بن سعيد العفاري قادم على المركز الخامس ويتقدم في هذه اللحظات بهذه الانطلاقة وهذا الحضور. شوف الأسماء القادمة، بدأت الشعارات تقترب من أجل الفوز ومن أجل الانتصار والقدوم في هذه اللحظات. سياف خالد بن سعيد بن بروك الحميري يتقدم بسياف وبدأ يتحرك في هذه اللحظات. الشرس بشعار الوهيبي وشعار بن حمودة بدأ ينطلق في هذه اللحظات، بدأ يصل في هذه اللحظات القادم برمحان محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظهري يعلن الانطلاقة والحضور في هذه الأثناء. وشوف شعار بن دري قادم في هذه الأثناء بانطلاقة مدبر محمد بن علي بن دري المنصوري، وشعار بالعرج كذلك يتحرك في هذه الأثناء بانطلاقة هياض عبد الله بن صالح بن سعيد بالعرج المري. يا هي أسماء يا هي شعارات اجتمعت هذه الثنايا القعدان في موقع واحد من أجل الفوز ومن أجل تنافس شريف هناك على المراكز الأمامية، هناك تنافس من أجل الانتصار والفوز بناموس الشوط. لمن؟ تاريخ غير على المقدمة، تاريخ غير على صدارة الشوط، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي بهذا الأداء وبهذا الشكل الجميل. المركز الثاني، شوف الانطلاقة، شوف الحضور هناك مع انطلاقة الخطير وشعار الخطير. أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتحرك وينطلق على المركز الثاني بانطلاقة وحضور الريان. المركز الثالث، بارود عمير بن هلال بن عمير بن مران المنصوري يقترب وينطلق هناك مع الاثنين كيلو متر المتبقية هناك على نهاية الشوط
بالحرج بدأ ينضم إلى المراكز الأمامية بانطلاقة وحضور هياض عبد الله بصالح بسعيد بالحرج المري القادم في هذه اللحظات. جلمود أول إذاعة وأول نداء لجلمود وسعيد بن مهير بسعيد بن ساري الكتبي النويان من الجانب الأيمن بدأ ينطلق بهذه الانطلاقة، بدأ يعلن حضوره الأحفاري أسهل بن حمد بن سالم بن سعيد الأحفاري. يا سلام بندري هناك انطلق والآخر مدبر مع الكيلو ونصفه الكيلو متر الأخير محمد بن علي بندري المنصور يشوف التجاوز شوف الانطلاقة والحضور هناك من السليماني هناك بشعار جمعة بن عتيق الرميثي ولكن أيضا الانطلاقة والحضور والاندفاع في هذه اللحظات انطلاقة رمحان محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظهري. يا سلام يا سلام على هذا التحدي ولكن الانطلاق الأول التحدي الأول ياهو تجمع كبير لهذه الأسماء وتاريخ على المركز الأول هناك بشعارك يا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي القادم مناور هناك بأول نداء وأول إذاعة لمناور عويس بن عبد الله بن غدير الدرع. يا سلام ولعت ما بين هذه الأسماء وما بين هذه الشعارات ولكن الدرعي يا أخواني راح بالفوز الدرعي ولكن قادم الخطير قادم بانطلاقة الريان أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام يتحرك بانطلاقة شعاري الخطير هناك مع الريان 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 ومناور مناور والريان الفوز لمن بالحرج على المركز الثالث بدأ يتحرك بهياض عبد الله بن صالح بن سعيد بالعرج المري ولكن الخطير 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 أحمد بن سلطان بن رشيد ولكن مريع 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 عبيد بن محمد بن عصري بن سرود الخيالي انطلق بالامتار النهائية بالامتار الاخيرة. الله عليك يا بن سرود يا عبيد يا بن محمد يا بن عصر يا بن سرود يا الخيالي من انطلق في هذه اللحظات هناك بانطلاقة مريع او عفوا عبيد بن محمد بن عصري الخيالي الخيالي سلامي عليك يا بن عصري سلام سلامي عليك يا من يا راعي مريع من انتزع ناموس الشوط عبيد بن محمد بن عصري الخيالي سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق. المركز الثاني هياض عبد الله بن صالح بن سعيد بن عرج المري المركز الثالث كانت انطلاقة وحضور اللي على المركز الثالث جلمود سعيد بن مهير بن سعيد بن ساري الكتب. المركز الرابع كان هنالك الريان أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي والمركز الخامس كانت انطلاقة رمحان محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. العودة إلى شعارك يا بالعصري من فاجأ الجميع مع مريع عبيد بن محمد بالعصري الخيالي خاطف الناموس الشوط بانطلاقة جميلة وباندفاعة كبيرة. هناك مريع عبيد بن محمد بالعصري الخيالي والتوقيت 12 دقيقة 47 ثانية سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني أشوف الانطلاق والحضور على المركز الثاني في هذه اللحظات انطلاقته هناك شعار عبد الله بن صالح بن سعيد بن عرج المري 12 دقيقة 51 ثانية بدون أي أجزاء من الثانية. والمركز الثالث كانت انطلاقة وحضور جلمود سعيد بن مهير بن سعيد بن ساري الكتبي على المركز الثالث 12 دقيقة 51 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من أرضية ميدان